مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. شهد مسجد بدر بمدينة سطيف هبة تضامنية كبيرة مع الإمام عمر بن زاوي، حيث توافد المصلون بكثرة من كل الولايات، وهذا تعاطفا وتضامنا مع قضيته التي اتهم فيها بالسرقة عبر قناة النهار. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.